أهلا بكم يا أصدقائي في سبوت أون المشاهير. للمرة الثانية صديقة هاندا المقربة ديلارا تثير الضجة، حيث هذا ما كتبته أحد جمهور هاندا ليلة أمس في تويتر، وهذا ترجمته: منذ عام 2015 حصلت هاندا أرتشل على جوائز أكثر من الأشخاص الذين كانوا في المجال الفني حتى قبل 15 عاماً. في فترة زمنية قصيرة أصبحت الممثلة ذات أعلى المتابعين على الإنستغرام، في حين أن أسماء العلامات التجارية التي تمثل هاندا وجها لها لم يتم سماعها كثيرا حتى في تركيا، وهي جعلت أسماءها معروفة مثل جمعية الحياة الخالية من السرطان. تم بيع أحدث مسلسل لها إلى أكثر من 100 دولة، وتهز الصحف حتى بصورة واحدة وترفع اسم كل من هو شريك معها أو يمر من خلالها. إنها تلمس قلوب كثير من الناس بقلبها الجميل. إنها شخص رائع، كان لها دور فعال في جمع مبلغ كبير من المال من خلال الحملات، وقامت بالعديد من الأشياء الجيدة التي لا نعرفها حتى الآن. عندما تقول اسمها أولا قل بسم الله، ثم تسجد أمامها وتنحني وتبايعها، وستستمر هي بالارتفاع بينما أنت تستمر في الغضب. هذه ترجمة التغريدة لكم. أما ديلارا فقد أعجبت بهذه التغريدة، وأيضا ردت على البنت كاتبة: مختصر رائع كما ظاهر أمامكم. ورفض الكثير من الفانس كلام هذه البنت، خصوصا عند قولها تقول بسم الله عندما تقول اسم هاندا وتسجد لها، وقالوا لها: قول بسم الله فقط لله، والسجود فقط لله سبحانه وتعالى وحده. وأيضا قولها إنها ترفع جميع شركائها، وأكيد إنها تقصد بذلك كرم. وموافقة ديلارا على هذا الكلام مما أثار ضجة واسعة، وحتى عدد كبير من جمهور هاندا رفضوا هذا الكلام، كما وأعجبت هاندا بتغريدة ديلارا هذه الظاهرة أمامكم على الشاشة. ما رأيكم فيما حصل؟ شاركوني آراءكم في التعليقات. إلى اللقاء.